خلوني اروح معاكم الى مكاين الحلاقه بعد ما شاء الله ما حققوا مبيعات عاليه. وفرت لكم انواع واشكال من هذه المكاين. طبعا هذا خلينا نبدا معاكم بالنوع الكبير. شوف كيف شكله ما شاء الله. عندك شاشه هني وعندك شحن تايب سي. خلينا نشيل لك القطعه الطريقه هاي. اوكي يا سلام. شوف اوضح لك البطاريه وهذا المستوى الثاني. زين طبعا عندك في كل ماكينه هني تي القطع مالتها، تقدر تحط المستوى الاول الثاني اللي تباه، ما عندك اي مشكله. زين وعندك بعد اعتقد المشط هذا شوف في الكرتون. زين عندك النوعيه الثانيه، استعرض معاكم جميع الانواع. هذه النوعيه الثانيه. زين شوف بلاك ما تبطل. بطلع من هني. زين عندك بعد زر التشغيل من وين؟ اوكي من هني. اوكي وهني عندك عينك على الديزاين، كواليتي محترم. شوف كيف، يا سلام. نفس الشيء تبطل القطعة هذه تحصل جميع الأغراض موجودة، الشاحن والمستويات كلها، فأنت لك الاختيار. أنا بحط لكم الحين كل وحدة والرابط مالها، فشوف شو اللي يناسبك. هذه الأخيرة، شوف يا سلام، والله الكواليتي جبار يا جماعة. هني شحن تايب سي، عندك هني زر التشغيل. شوف كيف شيء محترم. هني بعد لها مستويين، المستوى الاول الثاني، وتبندها بالطريقه هذه، وعندك جميع الاغراض تكون موجوده اسفل. We'll be right back.